أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل نفي الإيمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله بقوله لا تجد قوما نفي لأصل الإيمان أم نفي لكماله الواجب؟ أنا بينت لكم هذا سابقا وقلت الموالاة قد تكون كفرا وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب، قد تكون ذنبا من الذنوب بحسب مواقعها ومواردها. ليس كل موالاة كفر، وليس كل موالاة تكون غير كفر، بل لابد من التفصيل في هذا. نعم.